حققته التلميذة ميسم الدريسي المدرسة النموذجية الإعدادية بسليانة. فالبرنامج يحيي هذا النجاح والتألق والتميز، وإن شاء الله ميسم ديما تبقى متميزة وتوصل إلى أعلى درجات التفوق. معنا والدها سي خالد الدريسي وهو أستاذ رياضيات بمعهد سليانة المدينة. سي خالد صباح الخير، يومك سعيد. صباح الخير وتحية للمستمعين الكل وتحية لكم. شكرا شكرا ونقول لك مبروك. الله يبارك لك، يعيشك، الله يبارك لك. ما شاء الله، يعني 19.12 أعلى معدل في الجمهورية. الحمد لله، هذا فضل من عند ربي ومسيرة عمل متواصلة من الابتدائي لكملة الإعدادي، ما شاء الله الحمد لله نعمة من عند ربي. يعني ما يسم ديما الأولى؟ لا، ما دائما في الأولى، في حتى في مناظرة تاع سيزيام جات الثانية على مستوى وطني، ما شاء الله الحمد لله. ما شاء الله. شنو أسباب أو أسرار هذا التفوق؟ والله أسرار التفوق هو تحدي منها وغرام للقراية أكثر منه صحيح. حاجة أخرى منظمة وقتها، وانتم في العائلة موفرين لها كل الظروف الملائمة. يعني والله نحاولوا، احنا عائلة متوسطة، نحاولوا ان نوفروا لها قدر المستطاع. كنت تنتظر تحقيق هذا المعدل؟ والله كنت ننتظر انها تتميز، لكن المرتبة الاولى وطنيا الحقيقة ما كانش على البال. اي ما كانش على البال. نعم، بحذاك ميسمة. اي اكيد. كان ما ترش مانع تعدين لي البنت الناجحة ميسم الدريسي. تفضل. ألو، عسلامة. عسلامة ميسم، صباح الخير. بحنور. أنت مباشرة في برنامج يوم سعيد في الإذاعة الوطنية التونسية يا ميسم. مرحبا بكم في الكل. أي. نشكركم على الاستضافة في على لابي. وأنا نحييك على هذا التفوق، ما شاء الله، يعني حققت معدل مرتفع 19.12 هكا. أي هك. أحكي لي، عبر لي على فرحتك يا ميسم. فرحانين، عائلة كاملة بالنجاح هذا. أي. خاطر ما كانش متوقع كرتبة وطنية. نعم. أما كان متوقع معدل بشيهي به. شكون أكثر ناس ساعدوك؟ باوما، عائلتي كاملة، أصحابي شجعوني، وسرتو بروفيتي من الابتدائي حتى الإعدادي. في الابتدائي المدرسة العمومية مدرسة جمهورية ببعرادة، والإعدادي معهد نموذجي بسليانة. شنو المواد اللي تحبها أكثر من غيرها يا ميسم؟ نحب المواد الكل كيف كيف. الكل كيف كيف. نفضل المات شوية. تفضل الرياضيات، باعتبار هو والدك أستاذ رياضيات أيضا. أي صحيح. معناها حاجة باهية أنه عندك في الدار أستاذ في الرياضيات اللي هو والدك معناها. أي بطبيعة فما تأثير. يعني هذا عنصر مهم، يعني حاجة باهية برشا. الوالدة اش تخدم؟ عونة بريد. عونة بريد، مش في مجال التعليم. شنو هي طموحاتك يا ميسم؟ برشا طموحات، إن شاء الله ناخذ الباك معدل باهي، وبعد نخدم في حاجة نحبها. مثلا يعني شنو هي الأشياء اللي تحبها في الخدمة؟ شنو هي الخدمة اللي تتمنى؟ مازلنا ما نعرفوش. في الأبحاث العلمية مثلا؟ أي علم الفلك. علم الفلك. معناها عندك نظرة إلى فوق، إلى السماء. أي. ما يسمى الجانب الآخر، تحب موسيقى، شنية الأشياء الأخرى اللي مغرومة بها؟ تقرش كتب، طلعش، فماش رياضات معينة؟ أي نطلع برشا كتب في اللغات الثلاثة، العربية والفرنسية والإنجليزية. أي. زادة مغرومة بالسبور. شنية المطالعاتك يعني كراتي. باللغات هذه شنية نوع المطالعات؟ روايات، شنية دي كلاسيك. أي مثلا أغلب الوقت. شكون الكتاب مثلا؟ فرنسية، فلوبير، أي زولا، مارك زولا، فيكتوريغو. فيكتوريغو ما شاء الله. من الأدباء العرب أو التوانسة؟ أدباء توانسة ما نقراش توانسة برشا الحقيقة، ما عرب عامة، جبران خليل جبران، ميخائيل نعيمة. نعم نعم. نفلوتي تونسي. أي في الأدباء التوانسة عندك ما تختار يا ميسم، يعني أيه. أرجع أيه. أرجع لل
للتوانسة تلقى برشا أثار وكتابات وروايات مهمة جدا، ضروري أنك تأخذ عليها فكرة أو تقرأ منها البعض، يعني من الأدب القديم شوية، تلقى الدعاجي، تلقى مصطفى الفارسي، تلقى برشا كتاب، العروس المطوي، أبو القاسم محمد كرو، في الشعراء تلقى بطبيعة أبو القاسم الشابي، نور الدين صمود، جعفر ماجد، طاهر الهمامي، يعني برشا أسماء مهمة باهي باش تطلع عليها يا ميسم. أقول لك هنيئا مرة أخرى، يعطيك الصحة، إن شاء الله ديما متفوقة، وهذه تحية من البرنامج لك أنت ميسم الدريسي الناجحة بتفوق في كامل أنحاء الجمهورية بمعدل 19.12. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه.